ولمعرفة ومناقشة أسباب تأخر الحكومة في العراق بترحيل آلاف العمال الأجانب غير المرخصين للعمل مع استمرار أزمة البطالة لدى العمال العراقيين في البلاد، معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي نظير الكندوري. مرحبا بك معنا. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بكم. الحكومة الحالية ترحل آلاف من العمال الأجانب وتحيل مئات من شركات القطاع الخاص إلى القضاء، كيف تقيم هذه الخطوة التي يراها المراقبون بالمتأخرة؟ بالتأكيد كما وصفتها يعني خطوة متأخرة، الأمر قد استفحل من بضع سنوات ولم تكن الحكومة تعطي لهذا الملف أي أهمية، بالرغم من أن هذا الموضوع أثر بشكل بالغ على ازدياد البطالة في صفوف الشباب العراقي، لكن مع ذلك هي لم تلقي بالا إلى موضوع العمالة الأجنبية القادمة من الخارج، سواء من كان منها بطرق شرعية أو غير شرعية. لذلك أنا أرى أن هاي المعالجات هي متأخرة، وأظنها هي ليست حاسمة في معالجة هذه المشكلة، كون أن استخدام هذه العمالة هو تعبير أو وجه آخر عن الفساد المستشري في أجهزة الحكومة من خلال استخدام هؤلاء العمال، واللي من خلالهم تستفيد هذه الحيتان الفساد أموال طائلة بشكل كبير. نعم. هل تتوقع سيد نظير أن يكون ما جرى حسما حقيقيا لهذه القضية، أم أنه جزء من الصراعات الموجودة وبالتالي يمكن أن يعود مجددا؟ طبعا أخي الكريم، يعني حيتان الفساد والفساد المستشري في هذه الدولة يجد دائما الطرق التي يستطيع الاستفادة منها. يعني هذا الإجراء الحكومي الذي فعلته، نعم، يمكنهم التحايل عليه بطريقة أخرى وبشكل قانوني. يعني مثلا أن هؤلاء الفاسدين من خلال الاتفاق مع الشركات الأجنبية يتفقون على استيراد هذه العمالة الأجنبية بحجة أن العامل العراقي يفتقر إلى المهارة الكافية للعمل في تلك الشركات، وهي حجة عارية الصحة، وبالتالي من خلال هذه الفقرة يستخدمون الآلاف من العمال الأجانب للعمل في هذه الشركات. وطبعا الأهداف واضحة، كون أن هؤلاء العمال يستطيعون العمل لساعات أطول وبأجور متدنية، ويستطيعون استغلالهم بشكل كبير على عكس ما يمكن فعله مع العراق. ولكن ليس على حساب البطالة التي وصلت بين الشباب العراقي إلى 30% نسبتها. نعم أخي الكريم، هذه الإحصائية التي تذكرها ربما هي إحصائيات حكومية، لكن الإحصائيات الحقيقية، نعم، تذكر أرقاما أكثر من ذلك عن نسب البطالة، بل إن بعض المحافظات العراقية تصل نسبة البطالة إلى 58%. هذا ما نشرته يعني موقع الجزيرة حول نسب البطالة في العراق. يعني البطالة يعني أزمة حقيقية في مجتمعنا، وتتسبب في مشاكل اجتماعية كبيرة لهذا المجتمع، بدون أن يعني تلقي الحكومة بالا على هذه المشكلة والآفة العظيمة. كل الدول في العالم تحمي عمالتها من البطالة ومن الاستغلال، ما عدا العراق. العراق وكأنما بلد مفتوح. يعني هل تعلم أخي العزيز أن العمالة تأتي إلى العراق بطرق غير شرعية؟ يعني تأتي من الحدود عن طريق كردستان، وتأتي من وهذا الموضوع أستاذ نظير يستحق التوقف. يعني احنا حكينا أن الحكومة رحلت آلاف العمال، قامت بإحالة مئات الشركات الخاصة للقضاء بسبب هذه التجاوزات، لكنها لم تفعل شيئا فيما يتعلق بالمنافذ الحدودية التي يدخل عن طريقها العمال بطرق غير قانونية، والتي تسيطر عليها بطبيعة الحال الميليشيات. هل تتوقع أن تقوم الحكومة بإجراءات ما تجاه المنافذ؟ بالتأكيد لا أظن أن الحكومة قادرة على مسك الحدود بطريقة تمنع دخول هذه العمالة غير الشرعية. يعني الحكومة هي لم تستطيع اعتقال شخص من هذه الميليشيات، كيف بها أن تضغط على هذه الميليشيات لمنع تدفق العمالة الأجنبية عن طريق المعابر الحدودية؟ يعني الآن ينتشر في العراق عمالة غير شرعية من بنغلاديش وإيران وباكستان والفلبين وسوريا، وكأنما
يعني نحن احدى دول الخليج التي تفتقر الى العدد السكاني الكافي، لذلك تستخدم العمالة الأجنبية. نحن نتحدث عن بلد تجاوز تعداد السكان فيه اكثر من 40 مليون نسمة في العراق، ويعاني من نسبة كبيرة في بطالة الشباب والقادرين على العمل. مع ذلك الحكومة وهذا النظام السياسي نعم. لا يلتفت إلى هذه المشكلة العظيمة التي يعاني منها شعبنا. ما الذي يمنع سيد نظير من وجود قوانين عمل رصينة في العراق؟ وهل ثم الضمانات بعدم تولي الأحزاب لملف استقدام العمالة مرة أخرى؟ الحقيقة أخي الكريم، يعني المشكلة في العراق وبالذات هذه المشكلة هي ليست مشكلة قانونية. حتى لو عمد النظام الحالي في العراق على إصدار قوانين حازمة وقوية في معالجتها لموضوع العمالة غير الشرعية، لن تنفذ هذه القوانين كحالها حال القوانين الأخرى. نحن يعني كنظام سياسي مكتوب على الورق أنه نظام ديمقراطي، لكن حقيقة ما يجري نحن نعيش في ظل حكم دكتاتوري، ولذلك نفس القوانين التي إذا سنت لصالح العامل العراقي لن تنفذ، وسوف تستمر يعني انتهاك هذه القوانين وانتهاك القوانين الدستورية لغرض يعني تمويل عمليات الفساد المستشرية في هذا النظام. المشكلة ليست في القوانين، المشكلة نعم. في الذين هم قائمين على تطبيق هذه القوانين. كما تعرف يعني هذا الإجراء الحكومي الحالي بخصوص العمال غير المرخصين أو القانونيين قد يكون جزءا من الحل، لكنه ليس حلا، ولا سيما أن الحكومة وعدت كثيرا بتأمين فرص عمل لآلاف الشباب الذين يجلسون بدون فرص عمل، وهذه الوعود يأتي إطلاقها مجددا عند كل انتخابات مرتقبة. نعم، هي فقط مادة للدعاية الانتخابية. يعني مثل هذه الوعود سمعناها في حكومة العبادي، وسمعناها في حكومة عادل عبد المهدي، والآن في حكومة الكاظمي، ولم يتحقق منها شيء، إنما هي فقط مجرد تسويف وتخدير للشباب. والمشكلة أن هذا النظام يعتقد أن العمالة يتم امتصاصها وتقليل عددها من خلال الوظائف الحكومية، وهذا غير صحيح. امتصاص العمالة وتقليل حجمها يأتي نعم. من خلال فتح المصانع وفتح المزارع وإدارة العجلة الصناعية والزراعية لكي تستوعب كل هذا الكم الهائل من الشباب العراقي، بينما الوظائف الحكومية لا يمكنها تستوعب هذا الشباب. نعم. نحن لدينا كعراقيين كل سنة يدخل سوق العمل بما يقارب إلى 800 ألف شاب، يعني قرابة المليون شاب يدخل إلى سوق العمل سنويا. لذلك الحكومة يجب أن تفتح من المعامل والمصانع والمزارع بما يستوعب هذا الدخول السنوي إلى سوق نعم. العمل. شكرا لكن لك. مع ذلك لا توجد مشاريع تستوعب هذه العمالة. شكرا لك الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من إسطنبول السيد نظير الكندوري.